استطاع ان احنا نضيف فيها معلومه لحضراتكم في بعض التساؤلات اللي ممكن تكون بتشغل اذهان ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي تحديدا وجمهور الكره المصريه بشكل عام. النهارده فقره ترند، الترند فيها معلومه ومواضيع للمناقشه هنتناقش فيها مع حضراتكم على مدار هذه الفقره. في البدايه انا عايز ابتدي بموضوع رمضان صبحي، وانا عارف ناس كتير جدا مستنيه تعليقنا على رحيل اللاعب عن النادي الاهلي ورغبته وانتقاله، وتحديدا لما احنا اتكلمنا مع حضراتكم زي النهارده بالظبط من اسبوع يوم السبت اللي فات، وقلنا لحضراتكم انتظروا خلال ساعات خبر صار بخصوص هذا الملف. واحنا لما بنطلع نتكلم دايما بنقول كلام مش لمجرد الفرقعه او مش لمجرد ان احنا نركب الترند وكلام من ده، احنا مش بتوع الكلام ده من الاخر يعني، لكن احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم من خلال معلومات، وبيبقى هدفنا دايما ان احنا نطمن حضراتكم كجمهور تحديدا للنادي الاهلي، بيبقى الهدف بتاعنا ان احنا نطمنكم. موضوع رمضان صبحي كان الكل مستصعبه، وكان تحديدا الجماهير اللي بتنتمي للنادي الاهلي كانت مستصعبه الموضوع شويه، كان عندهم تفاؤل ان اللاعب يكون موجود، لكن الاستصعاب هنا كان بخصوص المقابل المادي الكبير اللي طلبه هدرسفيلد بالنسبه للاعب وطول فتره المفاوضات زي ما حضراتكم عارفين. فمن هنا احنا قلنا لحضراتكم ان هيكون في خبر صار بخصوص رمضان صبحي. ولما اتكلمنا وقلنا الجزئيه دي تحديدا كان الاهلي خلص التفاوض رسميا مع فريق هدرسفيلد من خلال الحصول على مكاتبه رسميه بالموافقه على بيع رمضان صبحي للنادي الاهلي بمبلغ كام؟ بمبلغ 3 مليون و250 الف استرليني. كان خلاص الاهلي تقريبا خلص كل حاجه، كان ناقص بعض الامور والاجراءات عشان تبقى ايه؟ عشان النادي الاهلي يعلن بشكل رسمي. وبالتالي كان من هنا الخبر ده، وكان من هنا رؤيتنا ان احنا دايما نحاول نطمن حضراتكم وفي قصه تحديدا مهمه زي دي. لكن اللي يهمني انا او مش انا او اللي يهم اي واحد من اللي بينتمي للنادي الاهلي هو خطوات النادي وإدارته لهذا الملف كانت عاملة إزاي، وده كان واضح للجميع في الحقيقة، والنادي الأهلي أعلن عنه كمان بتفاصيل بأنه نجح في التفاوض مع هدرسفيلد. الأهلي نجح في التفاوض مع هدرسفيلد، وبالمناسبة الأهلي ما نجحش مرة ولا اتنين، الأهلي نجح 3 مرات في المفاوضات مع فريق هدرسفيلد بدليل الإعارة الأولى اللي كانت لمدة 6 شهور مقابل 800 ألف استرليني، والأهلي وفى بالتزاماته فيها ونجح إن هو يحصل على خدمات اللاعب. والجزئيه الثانيه وهي او النجاح الثاني كان لما الاهلي حصل على خدمات اللاعب لمده سنه مقابل 1,600,000 استرليني، والنجاح الثالث الحالي اللي هو لما الاهلي نجح في شراء اللاعب او نجح في الحصول على الموافقه من قبل هدرسفيلد. فالاهلي ما قصرش، الاهلي لم يقصر، الاهلي نجح في كل الخطوات بتاعته تمام. لكن فوجئنا بحاجة تانية ما كانتش على البال، ما كانتش على الخاطر طبقا لتصريحات اللاعب بنفسه. طبعا احنا هنا مش عشان نغلط في لاعب هو اختار نادي غير الاهلي، مش ده الاهلي. انت ممكن تطلع تدافع عن الاهلي بخصوص مقولة شخص او حديث شخص بيهاجم فيه او بيغلط في النادي الاهلي، ده دورك هنا في قناة النادي او ده حاجة متعارف عليه في قناة النادي، لكن رمضان ما غلطش في النادي، رمضان اختار رغبة تانية وهي الرغبة اللي كانت غير متوقعة. بناء على ايه؟ بناء على تصريحات اللاعب الإعلامية السابقة واللي قال فيها حاجات كتير قوي، اللي هي ايه؟ اللي هي جزئية انه مش هيلعب في مصر غير للنادي الأهلي، وجزئية انه عمره ما هيروح فريق الأسيوطي سابقا. ده كان تصريحات اللاعب نفسه. فخلاص طبيعي ان رمضان مجرد ما الاهلي ينهي الاتفاقات مع فريق هدرسفيلد هيحصل على توقيع اللاعب. فهنا كانت الرغبه مختلفه عند اللاعب، تحترم، نتمنى له كل التوفيق، وتعودنا من النادي الاهلي دايما ان اللي يشتريني اشتريه واللي يبيعني ابيعه. ده دايما امر متعارف عليه في النادي الاهلي. الجزئيه كمان اللي عايز اتكلم فيها وبعض الجماهير دايما بتتكلم فيها بشكل كبير قوي وهي حته الانتماء ما بقاش موجود. وفي الحقيقه دي جزئيه مهمه جدا عشان نبقى متفقين مع حضراتكم، الانتماء بس دلوقتي بقى عند الجمهور، لكن في بعض اللاعبين اللي عندهم انتماء لفرقهم، وانا لازم اخص بالذكر في موقف زي ده حسين الشحات.
اللي ساب مالين الدنيا وقرر الانضمام للنادي الاهلي عشان هو منتمي للنادي الاهلي وعشان هو بيحب النادي الاهلي، فلسه الموضوع ده موجود، لكن انتماء الاساسي للجماهير. دي جزئيه رمضان صبحي، وكان لازم ان احنا نوضح لحضراتكم فيها كلامنا كان ازاي وكان بناء على ايه، لان ده دورنا ان احنا نكون واضحين مع حضراتكم في كل تفصيله احنا بنتكلم فيها. فاعتقد النقطه دي خلاص وضحت، ونقطه ومن اول السطر، وعندنا امور كتير جدا اهم اكيد هنتكلم فيها خلال الفتره اللي جايه. عندي بقى